بنبدأ فقرتنا الرياضية بأخبار المارد الأحمر. نادي الأهلي اللي بيفوز على فريق العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة اللي جمعتهم بستاد القاهرة في كأس الانتر كونتيننتال. بيحصد الأهلي كأس بطولة القارات الثلاث بقيمة جائزة 2 مليون دولار. بيسجل ثلاثية الأهلي وسام أبو علي، إمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة. حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر بيستقر على إعلان قائمة المنتخب الوطني للمعسكر المقبل يوم 8 نوفمبر. بيسعى طبعا لمنح اللعيبة الدوليين فرصة علشان يعبروا عن قدراتهم، عن جاهزيتهم في أول جولتين بالدوري. ونروح للبوندسليغا. فريق بورسيا دورتموند بيودع بطولة كأس ألمانيا من دور ال 32 بعد ما خسر أمام فريق فولفسبورغ 1-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب فولكسفاجن أرينا. بكده بيتأهل فريق فولفسبورغ للدور الثاني من البطولة. إلى الكالشيو الإيطالي. فريق نابولي الإيطالي بيحقق الفوز على فريق ميلان بنتيجة 2-0 في المواجهة النارية اللي جمعتهم على ملعب سان سييرو ضمن منافسات الجولة العشرة من مسابقة الدوري الإيطالي. بيعزز نابولي صدارة الترتيب بتاعه في الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة. بيأتي ميلان في المركز الثامن برصيد 14 نقطة. الكوري الجنوبي سون يونغ مين نجم توتنهام الإنجليزي بيتوج بجائزة أفضل لاعب محترف خارج آسيا لعام 2023 في حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوزيع الأفضل في القارة الآسيوية لعام 2023 في سيول عاصمة كوريا الجنوبية. ونروح للنجم القطري أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري، بيتوج هو كمان بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023 في الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوزيع الأفضل في قارة آسيا لسنة 2023. بكده مشاهدينا نكون خلصنا نشرتنا الرياضية. نعود مرة تانية لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع مصطفى ودينا. فإليكم. شكرا لك رجائي.